السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ معكم دحماس. طبعا اليوم مقطع جديد باتل فيد. الله شوف كيف فنان على طلبات كذا، يعني تحب باتل فيد، واليوم قلت خلينا ننزل مقاطع باتل فيد 3 لاني مره راح تفضل هارد ديسك. قبل ما ابدا بس في موضوع المقطع اللي هو تحديث كم حاجه بس بقولها في القناه، لاني من زمان ما تكلمت عن ذا الموضوع، مواضيع قصدي. قبل ما ابدا، في تحت قناه واحد شيك عليها، واحد ينزل عن قطع البي سي والهاردوير يعني بشكل عام، وكسر السرعة وأنظمة التبريد المائي ومن ذا الكلام، الأشياء يعني اللي متعلقة بالبي سي والكمبيوتر والهاردوير. اللي يحب ذي الأشياء، وكمان ينزل عن ستيم والألعاب البي سي وزي كذا، المهم اللي يحب الأشياء دي يروح يشيك عليها ويدعمه، لأنه صراحة يستحق، شخص يعني عربي ومحترم. طيب خلونا نبدأ في المقطع. طبعا اللي يعرف اني كنت من زمان نزل باتل فيد 4 3 مدري ايش وزي كذا، وسحبت على فتره لانه خلاص يا اخي انا خشيت في لعبه جديده كاونتر سترايك، لعبه صراحه ما في زيها في عالم الشوتر. طبعا الحين راح يجي واحد يقول يا اخي ايش اللعبه الخايسه دي، جرافيك معدوم، كيف ما الزبده. في ناس كثيره ما تعجبهم الالعاب دي زي نظام كاونتر سترايك. فأنا حاب أقول لك إذا أنت ما جربت اللعبة وقاعد تتكلم بالمايك بس، أنصحك تروح تجرب اللعبة لأنك أنت غلطان كثير، غلطان كثير. هي شوف الكلام يعني غلطان غلطة قوية، أنك حكمت على اللعبة بدون ما تلعبها، لأن اللعبة فوق ما تتصور من يعني من جمال في التحدي، هي خاصة في التحديات وزي كذا لعبة غير طبيعية صراحة، وتقوي الأم عندك من ذا الكلام. الأشياء كثير في اللعبة والله، أشياء جدا جميلة. أهم شيء، أهم نقطة في الكاونتر سترايك إنها ما فيها غش في استجابة الطلقة والسيرفر وذا الكلام وكل الخرابيط اللي في باتل فيلد، نت كود ما نت كود، كاونتر سترايك ما فيها ذا الخرابيط، اللعبة نظيفة من ذا الناحية. يمكن مشكلتها الوحيدة، بس العيب الوحيد اللي في اللعبة هو الهاكات انهم كثروا في الكومبتيتيف، بس غير كذا اللعبه من اجمل ما يكون. وراح يلقى حل يمكن بعدين، ما علينا، احنا ما بشرح الحين كاونتر سترايك، انا ما ادري ايش قاعد اتكلم عن كاونتر سترايك. خلينا الحين نتكلم عن باتل فيد، لان شفت اغلب الشعب قاعد يقول لي ليش ما تنزل باتل فيلد وما باتل فيلد، وايش بك ما تنزل باتل فيلد هارد لاين او باتل فيلد 4 حتى. طيب اول شيء باتل فيلد هارد لاين غسلت يدي منه خلاص، يعني مره لا احد يطلب مني انزل باتل فيلد هارد لاين. اللعبه دي ما اشتريتها ولا راح اشتريها، خلاص يعني ريحوا راسكم، لا تطلب مني باتل فيلد هارد لاين لانه اصلا ما تستحق باتل فيلد اسمها هارد لاين. ما علينا، اللعبه دي ما راح العبها يعني، ولا بالله لا احد يرسلها قفت لاني ما راح ما ابغاه يعني، ما ابغاه اللعبه، مستحيل العبها. بالنسبة لباتل فيد 4 3، باتل فيد 4 لعبة جاء وقتها وانتهى، جات السنة الماضية وانتهى عمرها بسرعة. ما ادري كذا، بس لعبة جاء وقتها وحلاوتها في البداية وانتهت. كل لعبة زي كذا ترى، كل لعبة بس تختلف من لعبة للعبة. زي مثلا باتل فيد 3 لعبة جاء عمرها بس طولت عادي، الى الان يمديك تلعبها، ويعني ايش اقول لك، تلعبها وانت كذا مستمتع فيها استمتاع غير طبيعي زي ما انت شايفين في المقاطع دي. فهي تفرق في طول مدة عمر استمتاع اللعبة. ايوه قاعد افتيرك الحين عمر استمتاع اللعبة. المهم زي باتل فيلد 3 لعبة طولت، باتل فيلد 4 معلش ما اقدر انا امدينا العبها، بس اذا تبغوا قولوا لي لاني مالي نفس العبها صراحة، ما ادري من زمان ما لعبتها كذا ساحب عليها. لكن اذا تبغوا مدراش ونزلوا ابديت جديد اظن عادي قولوا لي، اتكلم عن ذا الموضوع في المقاطع الجاية ان شاء الله. بالنسبة لي باتل فيلد هي ذي الاثنين، باتل فيلد 3 او 4 اذا تبغوا حاليا يعني، يمكن بعدين لما ننزل باتل فيلد 5 ان شاء الله اذا الله اعطانا العمر يعني يمكن نشوف اللعبة كيف لك. بس حاليا باتل فيلد 4 و 3 هذا اللي اقدر انزلها، غير كذا هارد لاين مدراش خرابط ذي ما اقدر انزل هارد لاين.
طبعا هذا بالنسبه لتنزيل باتلفيلد في القناه. اذا تبغى العاب ثانيه غير باتلفيلد، في جراند الجديده نازله، الشباب اللي اعرفهم اغلبهم اشتراها، يعني ناس كثير اشتراها، فاحتمال كبير ان اشتريها لان اللعب على البي سي عالم مفتوح واحسن بكثير من الكونسول نازله، يعني حسنها تحسين غير طبيعي. فجراند تكون لعبة حلوة، أو أي لعبة اكتبوا لي في الكومنت إن شاء الله أفكر فيها، يعني مو أكيد بس أشوف إذا هي ناسبتني. غالبا ترى أنا أحب ألعاب الشوتر، فإذا عندك لعبة شوتر حلوة كذا اكتبوا لي هي في الكومنت. هذه فكرة حلوة، اكتبوا لي بالله لأني أنا أبغى أفكر من عندكم زي كذا ألعاب معينة. نجي للنقطة الثانية وهي متعلقة بالنقطة الأولى تقريبا، اللي هو في ناس يطلب مني انزل منتجات، يمر اسبوع انزل المقطع كانتر او باتلفيلد، القى ناس يقولوا نزل منتج باتلفيلد 4، الاسبوع الجاي برضو انزل منتج باتلفيلد 4. يعني تحس ان المنتج عندهم زي الحلاوه، يعني كانها حلاوه بقره، تعرف حلاوه بقره الله يكرم السامعين، يعني اللي في البقاله يبيعوها ب 10 ريال مدري كم زي كذا، يحس بالمونتاج خذ لك حلاوه بقره فكها كلها خلصت يلا مونتاج ثاني فكرك حلاوه ثانيه، والله هذا مونتاج وين عايشين يا ابوي، مو بذي السهوله والله مو بذي السهوله. يعني يحسبه في دقيقه واحده او في جيم واحد، اخش جيم يلا افتك الشعب كل فيدات يلا طلعت مونتاج يلا في يوم واحد كذا خلاص نزلوا المونتاج. ترى والله مو بذي السهوله، اقسم بالله ما بذي السهوله انك يعني تقول لي سوي مونتاج خلاص يلا انا اسوي مونتاج. غير كذا يعني في ايديت وفي اشياء كثير، والجيم يعني اقيام كثير العبها عشان اجيب لقطات، وبعدين اللقطات ذي تتحلل في يعني سالفه طويله، واضبطها واختار ميوزك معين ما اختار اي ميوزك. وغير كذا يا اخي انا شخص عندي دوام، يعني ماني فاضي كذا اني اسوي ايديت وما ادري، لانه فعلا الايديت ترى ياخذ وقت من الشخص لدرجه انه ما يتكي في تيم سبيك او شيء، وياخذ وقتك ياخذ وقتك بشكل غير طبيعي، ممكن 6 ساعات في اليوم تاخذ منك بس في قدام برنامج، او 8 ساعات او شيء عادي ترى يعتبر. خلاص خلاص انا اريحكم، تبغوا منتاج كل يوم ابشروا انا انزل لكم منتجات كل يوم، ابثركم كل يا شيخ كل نص يوم كمان بذا الشكل وبذا الايديت يلا تفرج. شفت كيف؟ عشان كذا اقول لكم المنتاج دائما في روقان، لازم تاخذ وقتك فيه، ان شاء الله شهر شهرين ثلاثة عادي. ترى في ناس سووا منتجات على 3 شهور، انا مره سويت منتج بحمد قمرز ديوان في شهر كامل، اخذ مني شهر كامل الايديت، يعني قعدت شهر كامل ايديتنج بس عادي اخذ، يعني مو شهر كامل انت تفهمه يعني اقعد كل يوم 6 ساعات لمده شهر كامل، لا لا مو كذا، يعني يمكن يوم اقعد على المقطع ساعه، يوم ثاني اخذ كذا ابو 10 دقائق، يوم ثالث اقعد مره واحده اخربها 4 5 ساعات، يوم الرابع اقعد 6 ساعات زي كذا، اخذ وقتي في المونتاج لمده شهر عادي ايش وراك يا اخي. كل ما طالت مدته كل ما كان افضل وافضل، يكون المونتاج خرافي. كل ما صار زي قبل شوي شفتوه ذا، هذا ما اسميه مونتاج، هذا زفت، هذا يعني هذا ما اخذ معي الا 5 دقائق، ترى تراك الفيديو تراك الميوزك تراك الصوت طق طق بنكروب مدري ايش تخبيص خلاص. وفي ناس ترى في اليوتيوب مشوهين سمعة المونتاج زي كذا، وعارف يقول لك مونتاج مدري ايش ويحط لك كذا وخربها، ما سمى المفروض ما يسميه مونتاج، عيب انه يسميه مونتاج والله. فاذا تبغى منتجاته ابشر، هذا مونتاج. انا عن نفسي ما ارضى انزل ذا الشيء لكم، هذا كلام فاضي، هذا ما يسمى مونتاج. مونتاج متقن ياخذ وقت، و زي ما قلت لكم حاليا باتلفيلد 4 يعني خلاص انا مليت اني انزل منها منتجات، لان اللعبه يعني خلاص يعني لعبتها وحللت احس انه ما ادري ما لها طعم زي اول مره متحمس. فالله اعلم يمكن انا باخذ راحه الحين منتجات باتلفيلد، اذا مره بسوي ايديت لباتلفيلد، ايديت ابو كذا مو منتج، يكون ايديت ابو نص دقيقه لمقطع سواء باتلفيلد 3 او 4 او كونتر سترايك او اي لعبه، يكون ايديت كذا حلو سريع نص دقيقه او دقيقه اذا مره. المونتاج دائما يكون دقيقتين وفوق او 5 دقائق، فهذا صعب علي حاليا لاني زي ما قلت لكم مشغول وما في ذاك الوقت المناسب اني يعني اخذ وقتي، ما انا بريح باخذ يعني راحه طويله كذا.
هذا اللي حاب أوصل لكم. أتمنى استمتعتوا بالمقطع. بقي آخر نقطة اللي هي تنزيل اليومي. هذا التنزيل اليومي هي فكرة حلوة عند الناس، بس أنا ما أقدر أنزل يوميا. إذا تبوا مقاطع يمكن كل كذا 4 أيام مقطع، أو إذا مرة تأخرت كل أسبوع، إذا مرة تأخرت هذا. بس إن شاء الله يكون أقل، يعني كل 3 أو 4 أيام مقطع جديد، سواء باتل فيلد أو أي لعبة، أو جراند اللي نازلة الحين أنا بشتريها، أو أي لعبة إن شاء الله. في ألعاب كثيرة في ستيم وغير باتل فيلد، يعني اكتبوا لي أنتوا في الكومنت إيش تبوا ألعاب وإن شاء الله ألعبها. يفضل إنها تكون ألعاب شوتر، لأني أنا أحب ألعاب الشوتر كثير، زي أي لعبة شوتر اكتبها. مو شرط تكون حربية، إن شاء الله ماينكرافت، إيش رأيكم؟ بس لا ماينكرافت ما أدري، لكن أي لعبة يعني كذا تكون FPS، منظور كذا أبو كاميرات عين، أنا أسميه كذا أبو كاميرات عين. فيعني بس هذا اللي بقوله في ذا المقطع. أحس إني قلت كل اللي في راسي من زمان بقوله، ما أدري، بس ذي المرة ما عصبت الحمد لله. قلت على روقان كذا، لأني قبل شيء الحمد لله يعني تغديت البيك وكذا، ولازم الواحد إذا تغدى البيك وشرب بعده بيبسي، يو بعد مسحب ذاك الصلصة، يا الله خلاص تروق روقان. يعني انفع تسجل مقطع وتتكلم وتاخذ راحتك في المقطع بكل صراحة. الزبدة خلاص. هذا نهاية المقطع، شكرا لكم والسلام عليكم. اوكي.